نشرة أخبار الخامسة والربع من صوت لبنان مع تحية ميشيل الصيفي وشربل شلش. العناوين: تسليح إيران الحوثيين بالصواريخ الباليستية والمسيرات، عون من روما حزب الله ليس إرهابياً، ونديم الجميل يرد من الأشرفية ميشيل عون لا يمثل لبنان. رفع الأختام عن فرانس باك. الو ايه حبيبي، لاقي دواليب سيارتي رايحين مش رح اقدر اجي على التصوير. هيدي مش حجه، بوجود تايرز اند مور. يا خي وين بدي الاقي تايرز اند مور هلا انا؟ يا حبيبي عم بقول لك تايرز اند مور عندهم كذا فرع، صنايع، قناه 7، خلدي، الحدد، جسر الواطي وبشويفات. يلا روح اقرب فرع، وبس تروح عند تايرز اند مور ما بتعطل هم شيء، بتقعد تشرب قهوتك، تحضر تي في، وهن بيهتموا بسيارتك. خلص ما لي خالق. تايرز اند مور عندهم خدمه الطريق، بيجوا لعندك وين ما كنت وبيغيروا لك دواليبك والبطاريه والزيت كمان. لايك ما عندهم حدا يروح عنك شغل كمان. يلا حكيوا ناطرك تايرز اند مور 01-340-888. السلاح قاسم مشترك بين لبنان والسعودية، مع فارق أن السلاح في لبنان صار في الداخل وموجه إلى الخارج، وفي السعودية موجود في الخارج وموجه إلى الداخل. الرياض دعت المجتمع الدولي إلى التحرك ضد تسليح إيران للحوثيين بالصواريخ الباليستية والمسيرات. في المقابل دافع رئيس الجمهورية ميشيل عون عن سلاح حزب الله، ولو من قبيل القول أن مقاومة الاحتلال ليست إرهابا. وفي طمس لمسرح أحداث 7 أيار 2008 ومثيلاتها في بيروت وخارج بيروت، أكد عون أن ليس لحزب الله المكون من لبنانيين ومحرر الجنوب من الاحتلال الإسرائيلي أي تأثير على الواقع الأمني الداخلي للبنانيين. النائب المستقيل نديم الجميل عجل رئيس الجمهورية بتغريدة سريعة قال فيها إن ميشيل عون لا يمثل لبنان، وهو ليس إلا موفد الميليشيا الإرهابية وبقها. المصارف التي أضربت أمس واليوم تلقت بإيجابية قرار محكمة الاستئناف المدنية في بيروت التي فسخت القرار الابتدائي وحكمت بوقف التنفيذ ورفعت بالتالي الأختام عن مصرف فرانس بنك الذي سيعود اعتبارا من صباح الغد خدماته كاملة وسيفتح صناديقه أمام المودعين والعملاء لسحب مستحقاتهم ورواتبهم. أعلن الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشيل عون في روما أن إيطاليا ستواصل تقديم الدعم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان الذي يبقى نموذجا في ظل التوازنات التي تحفظ حقوق الجميع. واعتبر الرئيس الإيطالي أن استقرار لبنان مفتاح استقرار الشرق، والعمل يجب أن يكون فاعلا لإزالة بؤر التوتر في المنطقة التي تؤثر سلبا على الأوضاع في لبنان. الرئيس عون تمنى بلوغ مسار فيينا خواتيمه عبر التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب ما ينعكس إيجابا على المنطقة، وشك بأن لبنان لم يعد قادرا على تحمل أحمال النزوح السوري، ودعا الدول المانحة إلى توفير الحوافز داخل سوريا لحمل النازحين على العودة. وأشار عون إلى أن من أخطر تحديات الأزمات الراهنة الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية، ما يهدد لبنان بهويته ومستقبل التعددية في المنطقة.
أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي التزام لبنان بتنفيذ قرار الأمم المتحدة 1701، مشددا خلال لقائه قائد القوات الدولية في الجنوب الجنرال أرولدو لازارو في السراي الحكومي على استقرار الوضع في الجنوب، وداعيا الأمم المتحدة إلى العمل لوقف الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية. قائد اليونيفيل التقى أيضا وزير الدفاع موريس سليم، وجرى بحث في العلاقة القائمة بين اليونيفيل وقوى الجيش اللبناني المنتشرة في جنوب الليطاني، وكان توافق على استكمال الخطوات الآيلة إلى توفير المزيد من الدعم من قبل الأمم المتحدة للوحدات العسكرية المنتشرة في القطاع. الكهرباء حضرت أيضا اليوم في السراي، حيث رأس رئيس ميقاتي اجتماعا للبحث في شؤون الطاقة. فياض أكد بعد لقاء العمل على إيجاد حلول لمحطات الزهراني وتأمين الغاز لها بعد الاتفاق في قطر على إعلان مناقصة لاستدراج العروض على الغاز المسال بأفضل كلفة. اليوم أطلعنا الورلد بانك أنه هو عم بيحدد موعد داخليا لحتى إدارته التنفيذية توافق على برنامج التمويل. هيدي هي الخطوة اللي هلأ نحن بحاجة لها، لأنه على أساسها نحن بنقدر نطلع على مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب للموافقة على هذا القرض. أنا ما عندي المعدل المحدد بالنسبة لساعات التغذية، بس مفروض تكون بين الساعتين والأربع ساعات، بس هلأ لأنه الوضع بالنسبة للشتي والبرد عم بيكون عدد التغذية ساعات أقل. مفروض أنه نقدر نزيدهم بالغاز المصري بالفعل. موضوع طبعا بده تمويل وورلد بانك، وبده موافقة نهائية من الولايات المتحدة للجهة المصرية بالنسبة لعدم وجود تداعيات. لفت وزير الصناعة جورج بوشكيان في حديث لبرنامج نقطة على السطر من صوت لبنان إلى أن الاجتماعات متواصلة مع الصناعيين لتفعيل العمل وتأمين الأمن الغذائي. الاجتماعات مفتوحة نحن والصناعيين، وعطول نحن عم نطور الاشياء وعم نشوف شو مصلحة البلد المستهلك اللبناني الامن الغذائي مع الحفاظ على خط التصدير. تضل اسواقنا مفتوحة في امور، اذا سنشوف نحن اذا في كميات كبيرة منا في منتج كثير كبير بلبنان بغطي لعدة كم شهر، بغطي المواد الاولية تبعه جاي بعد من برا بتعمل تويزهم بالسوق، ضل في عنا مخزون اساسي. يعني ما ملنا نصدر المواد الاولويه، وخاصه الاشياء اللي بتجي من مشتقات القمح، اللي عنا الذره، عنا الاشياء تبع السكر، كله عم نجرب نعمل فيه توازن مع الحفاظ على التصدير على الامن الغذائي اللبناني بالاولويه، مع فرلال بيجي عند التصدير اذا الامن الغذائي مامن. وزير الصناعة ووزير الصحة فراس أبيض قاما بجولة على 4 معامل أدوية في لبنان للتأكد من حسن سير العمل فيها، وإذا كانت تستطيع تأمين الأمن الذاتي الدوائي في لبنان. أبيض رأى أن الصناعة الدوائية المحلية يمكن أن تشكل خشبة الخلاص لكثير من مشاكلنا في القطاع الصحي وموضوع انقطاع الدواء في لبنان. المصانع اللبنانية قادرة تغطي السوق كله، ونحن هذا اللي شفناه بزيارتنا أنه المصانع اللبنانية ما عم تشتغل بكامل طاقتها، ونحن برأينا أنه إذا تقدم لها الدعم اللازم هي حتقدر تغطي كتير من حاجات السوق. ولكن مثل ما حكينا الدعم اللازم، هيدا الدعم هو اللي نحن بدل ما نعطيه للمصانع اللي برا عبر أنه نشتري نحن مستحضرات مصنوعة في الخارج، نحن بدنا نقدمه للصناعة المحلية مستحضرات صنعة في لبنان بجودة عالية لتقدر تأمن السوق. بوشكيان أكد من جهته أنه يتطلع لأن يكون لدى هذه المعامل إنتاج أكبر لتغطية السوق. الاجتماعات مفتوحة نحن والصناعيين، وعطول نحن عم نطور الأشياء وعم نشوف شو مصلحة البلد والمستهلك اللبناني. معوقات العملية صناعة الأدوية هي بقصة الدعم، ونحن يعني مسعرين منيا على المدعوم، وهي التأخر من مصرف لبنان بهذا الموضوع. وأنا اليوم هذا موضوع كتير أساسي مثل القمح، هذا شيء كتير استراتيجي أنه نحن نقدر نسكر على طول وندعم هالمصانع بالرو ماتيريال تبعهم، لأنه اليوم صاروا يشكلوا بحدود 30% من الصناعة الدوائية اللي نحن بنستوردها، وهيدي على تزايد أكتر وأكتر. على طريقة جدول أسعار المحروقات، قررت وزارة الصناعة وضع جدول أسعار أسبوعي لطن التراب السوداء، وحددته ب1,560,000 ليرة لبنانية على أن يعمل بهذا السعر اعتبارا من يوم غد ولغاية أسبوع. في
في وقت قفز خام برنت أكثر من 3 دولارات مسجلا 119 دولارا للبرميل، ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان، وبلغت سعر صفيحة البنزين 59 أوكتان 431 ألف ليرة بزيادة 14 ألف ليرة 95 أوكتان، والمازوت 445 ألف ليرة بزيادة 30 ألف ليرة. انتخابياً، اعتبر الوزير السابق أشرف ريفي أن من يدعو السنة إلى الاستنكاف ومقاطعة الانتخابات النيابية إنما يخدم مشروع حزب الله، وليتحمل أصحاب هذه الدعوات مسؤولية مواقفهم، وهذا ما كتبه ريفي عبر تويتر. الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات تتخوف من إرجاء الانتخابات. تقرير مجدولين عيد. مع بدء العد العكسي للانتخابات النيابية المقررة في 15 من أيار، وبعد اقتراح السلطة التنفيذية إرجاء الانتخابات البلدية، تخوفت الجمعية اللبنانية من أجل ديمقراطية الانتخابات مع عدد كبير من جمعيات المجتمع المدني من لجوء السلطة إلى مصادرة الإرادة الشعبية من خلال تمديد الوكالة خلافاً للدستور والمبادئ القانونية والديمقراطية. أمين عام لاديروني الأسعد تل البيان. نرفض التمديد للمجالس المحلية، كما نرفض التهميش في حق البلديات والبلدات ودورها اللامركزي في تأمين وتسهيل عمل وحياة الساكنين في القرى، ولذلك نطالب الحكومة بالتراجع عن قرارها بتأجيل الانتخابات البلدية، ونطالب المجلس النيابي بعدم القبول بهذا التأجيل، كما نتخوف من أن السلطة السياسية نفسها التي ناقضت مضمون البيان الوزاري وبادرت بتأجيل الانتخابات البلدية لا وازع قد يمنعها بالاتفاق بين مختلف مكوناتها من أن تحزو الحزو نفسه لتأجيل الانتخابات النيابية تحت مسميات وزرائع عدة منها الأمني أو المالي. المدير التنفيذي لجمعية لاضي علي سليم شدد عبر صوت لبنان على أن الالتزام بموعد الانتخابات هو أحد أهم المعايير التي تحدد ما إذا كنا نعيش ضمن جمهورية ديمقراطية أو نظام ديكتاتوري مقنع. رفضاً لأي محاولة للتمديد للانتخابات، ما عم نذكر كمان الانتخابات البلدية هلأ صحيح يمكن بالموضوع السياسي صارت بحكم الأمر الواقع، بس كمان ما طلعت بقانون لتمديد المجالس البلدية، فبالتالي في رفض لموضوع تمديد المجالس البلدية، وأكيد هذا الخوف بيسري على الانتخابات النيابية لسبب كتير بسيط. حكومة معاً للإنقاذ وعدت إجراء الانتخابات البلدية بموعدها بالبيان الوزاري، وأكيد نفيت هذا الوعد، وبالتالي هيدي ممكن تسري على الانتخابات النيابية تحت مسميات وزرائع أخرى منها أمنية منها مالية، والتحديات التانية اللي ممكن تطلع على السطح كل فترة وفترة. إجراء الانتخابات في مواعيدها الدستورية ليس مسألة ترف، وعدم الالتزام بالأمر يضع السلطة الممدد لنفسها في دائرة اللاشرعية. مجدولين عيد، صوت لبنان. صوت صح اليوم في كسروين. صوت صح. في دائرة جبل لبنان الأولى تضع لائحة نعمة فريم الكتائب اللمسات الأخيرة، ومن المتوقع أن تنجح في حصد حاصلين، ولم تستقر بعد على نسج تحالفاتها فيما تبقى من مقاعد في كسروان باستثناء مقعدي نعمة فريم وسليم الصايغ، ويبقى التفاوض قائما في جبيل مع فارس سعيد الذي يرغب في أن يحل في لائحة واحدة مع صديقه منصور البون، والإثنان حصلا على 11 ألف صوت في انتخابات 2018، 6000 للبون و5000 تفضيلي لسعيد. وفي حين يعمل كل من القوات اللبنانية والنائب فريد الخازن على إنتاج لائحة كل منهما، تنصرف وجوه جبهة المعارضة اللبنانية التي تضم بشكل خاص المحامي فراس أبي يونس المرشح في جبيل والسيدة جوليدا كاش المرشحة في كسروان على اختيار تحالفاتهما، مع اعتقاد الدكاش وهي عونية سابقة بقدرتها على الاستقطاب من جمهور التيار. يبقى أنه لسوى للبنان حضور خدماتي في المنطقة، وتجرى مفاوضات بين بهاء الحريري ومنصور البون لتشكيل نواة لائحة، علما أن البون كان المرشح الدائم لرفيق الحريري. صوت صح من صوت لبنان. نتابع النشرة بعد الفصل، وفيها قمة ثلاثية في مصر.
أين أصبح التحقيق في ملف فحوصات للبي سي آر وحقوق الجامعة اللبنانية؟ ومن المسؤول عن عدم تحصيل الجامعة لحقوقها؟ وهل من حل في الأفق؟ نقطع السطر يفتح الملف مع العضو القانوني في المرصد الشعبي لمكافحة الفساد المحامي جاد طعمي، ومداخلة للمدعي العام لدى ديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس، ولرئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران، مع الإضاءة على حقيقة ما جرى في مصرف فرنسا بانك مع الإعلامية كوثر حنبوري الأربعاء 9:45 صباحا مع نوال ليشا عبود عبر صوت لبنان. نقطع السطر. أعلنت الرئاسة المصرية عن قمة ثلاثية عقدت في شرم الشيخ بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت للبحث في ملفات إقليمية ودولية. في جديد حرب روسيا على أوكرانيا، تراشق كلامي بين واشنطن وموسكو وعسكري بين الأخيرة وكييف. المزيد مع كريستال محفوظ. شدد مستشار الرئيس الأوكراني على أن هناك العديد من القضايا الخلافية مع الروس، أبرزها سلامة أراضي أوكرانيا والضمانات الأمنية، مضيفا أن العمليات القتالية مع روسيا قد تنتهي في غضون أسبوعين أو ثلاثة. في المقابل لفت نائب وزير الخارجية الروسي إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة على وشك الانهيار، والمسألة تكمن في أي نهج ستختاره، وقال إنه على واشنطن التوقف عن تهديد موسكو والتأثير على كييف. روسيا أيضا تم الإعلان عن تدمير 137 منشأة عسكرية أوكرانية في الساعات 24 الماضية، وعن دخول 360 ألف شخص الأراضي الروسية من أوكرانيا منذ 18 من شباط الفائت. رئيس وزراء إسبانيا أعلن أن الاتحاد الأوروبي مطالب بأن لا تصبح أوروبا رهينة بيد بوتين، وقال إن أوروبا لن تكون قادرة على تحمل التكلفة الهائلة لارتفاع أسعار الطاقة. الكرملين أعلن بدوره أن روسيا سلمت الجانب الأوكراني مسودة وثائق في إطار عملية التفاوض، وكييف ردت على بعضها. ميدانيا سجل قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية في ماريوبول اليوم، تزامنا مع قصف مدفعي وجوي روسي مكثف على مدن أوكرانية عدة. ولفتت وزارة الدفاع البريطانية أخيرا إلى أن معظم القوات الروسية لا تزال متوقفة في مكانها إلى حد كبير. مبادرة أيبل لأصحاب الهمم يطلقها مركز التطوير في الجامعة الأمريكية في بيروت. تقرير راني عبيد. في إطار تمكين أصحاب الهمم في المجتمع، تسعى هيئات وفعاليات عدة إلى إشراك هؤلاء وإيصالهم إلى أعلى المراتب المهنية والأكاديمية في المجالات والاختصاصات كافة. رئيسة مركز التطوير في الجامعة الأمريكية في بيروت مها زويهد تحدثت لصوت لبنان عن مبادرة أيبل التي تعنى بأصحاب الهمم. لاحظنا من تجارب أولاد عندهم احتياجات خاصة أنه أولادهم يا أما ما قدروا يوصلوا جامعة، يا أما وصلوا على الجامعة بس ما قدروا يكملوا، يا أما قدروا يتعلموا بالجامعة بس ما قدروا يلاقوا شغل بعدين. نحن عم نحكي عن ديجيتال اكسسبيليتي، الترجمة الحرفية لها بالعربي هي إمكانيات النفوذ الرقمي. في ذوي الحاجات الخاصة اللي هن مثلا خاصة اللي عنده مشكل بالنظر أو مشكل بالسمع يستعملوا شيء من قله تكنولوجيا مساعدة assistive technology. عم ندرب الناس ونخبرهم شو في حلول، أولا لذوي الحاجات الخاصة يعرفوا شو في تكنولوجيا مساعدة بتوصلوا لكل المحتوى الموجود أونلاين والمحتوى الإلكتروني، وهيدا هي اللي منسمينا النفاذ الرقمي، وثانيا لندرب الناس اللي عم بيصنعوا هالمحتوى. زويهد تحدثت عن المؤتمر الذي سيطلق نهاية هذا الشهر. نعمل قمة سنوية هي اسمها الأيبل سمت، هيدي تاني وحدة بتصير، كان مفروض تصير السنة الماضية واللي قبلها بس تأجلت بسبب كورونا. رح تصير ب 31 آذار و1 نيسان كل نهار. أول يوم رح يكون جين خبراء من برا من يلي عندهم خبرة طويلة بهالموضوع ليشاركونا بآخر التطورات بهالمجال، وتاني يوم ورشات عمل. الدولة المعنية أولا بمواطنيها تهمل أصحاب الهمم وتعاملهم كرعاية، وبعض القطاع الخاص يبادر إلى تعزيز قدراتهم المجتمعية. رانيا عبيد، صوت لبنان. ماذا الآن في أخبار الرياضة مع رومن طنوس؟
بجديد أخبارنا الرياضية، نظم نادي الإلت سباق الناقورة براكة لمسافة 10 كيلومتر برعاية قائد الجيش العماد جوزيف عون تحت إشراف الاتحاد اللبناني لألعاب الكوى على الطريق الساحلي لمدينة الناقورة، وشارك بالسباق أكثر من 350 عداء وعداءة من مختلف الفئات العمرية. إلى ذلك أعلنت مجموعة بي إن الإعلامية حصولها على حقوق بث التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022، وبالتالي رح بتقوم بنقل مبارتي لبنان أمام سوريا وإيران بالجولتين الأخيرتين للتصفيات. أما بالرياضات الميكانيكية، تعرض المتسابق القطري عبد العزيز الكواري لحادث برالي الكويت بسبب دخول أحد المتفرجين لمسار السباق بشكل مفاجئ، وحاول الكواري تفادي الاصطدام مما تسبب بحادث أدى إلى انحراف السيارة وانقلابها. إلى أحوال الطقس. الجو غدا غائم جزئيا مع انخفاض في درجة الحرارة، ويتحول تدريجيا بعد الظهر إلى مطر أحيانا مع وصول المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة. كان في هذه النشرة: تسليح إيران الحوثيين بالصواريخ البالستية والمسيرات، عون من روما حزب الله ليس إرهابيا، ونديم نجميل يرد من الأشرفية ميشيل عون لا يمثل لبنان، رفع الأختام عن فرنسا بانك. وبهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.